سلام البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال حلوة ديال اللوز راقية على شكل هرم بالتعاون مع يوتيوبرز فاضلة من قناة لا كويزين دو فاضلة. قناة رائعة ما شاء الله، كتقدم العديد من الوصفات التقليدية والعصرية بشرح مبسط وفيديوهات بتقنية عالية. غادي نخلي لكم الرابط ديال القناة ديالها في صندوق الوصف. هي غادي تقدم لكم وصفة ديال لي باركيت باللوز غزالي وكيشهي، وما تنساوش تمشيو تشوفوا الوصفه وتشاركوا في القناه ديالها. بالنسبه للحلوه ديالنا غادي نوجدوا لها العقده ديال اللوز والعجينه ديال الطحين اللي غادي نجمعوها بها. في العجانه غادي نديروا 600 غرام ديال الطحين، معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، شويه ديال الملحه، نزيدو عليهم 150 غرام ديال الزبده بحراره الغرفه ونخلطوهم مزيان. غادي نزيدو عليهم صفر بيضه وتنون مسوس ونعاودو نخلطوهم. من بعد نبقاو نزيدو الماء الزهر بشويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه وتكون شاده في راسها. غادي ناخذ العجينه ونقسموها على جوج. النص الاول غادي نزيدو عليه شويه ديال الملون الغذائي الاخضر اللي ذوبته مع ماء الزهر ونخلطوه مزيان مع العجينه. بالنسبه للنص الثاني ديال العجينه غادي نزيدو عليه 4 معالق كبار ديال الكاكاو اللي غادي نخلطهم مع الزهر ونخلطهم مزيان. من بعد نخليو العجينه ترتاح على الاقل ساعه. دابا غادي نصوبوا العقده ديال اللوز اللي غادي نحتاجوا ليها 500 غرام ديال اللوز، 200 غرام ديال السكر كلاصي، 25 غرام ديال الزبده دايبه، 2 معالق ديال العسل، 4 معالق ديال ماء الزهر، ونخلطوهم مزيان ونديرهم كويرات صغار. غادي نحتاجو لجوج ديال القطاعات من 40، واحد الضلع ديالو 6.5 سنتيمتر والثاني 5.5، وغادي نحتاجو البيض بيضه وفرشه صغيره باش ندهنو بها. غادي نطلقو العجينه الخضراء بالمدلك تكون رقيقه ونقطعوها بالقطاعه المربعه الصغيره، ونكررو نفس العمليه مع العجينه ديال الشوكولات ونقطعوها بالقطاعه المربعه الكبيره. غادي ندهنوا المربع ديالنا ببياض البيض ونحطوا فوق منه المربع الاخضر. غادي نقلبوه وندهنوه ببياض البيض ونحطوا الكره ديال اللوز ونجمعوا الجنيبات ديالها بهذا الشكل. غادي ناخذوا النقاش ونزوقوا الحلوه ديالنا بهذا الشكل. انا ما لقيتش النقاش هنايا في فرنسا واستعملت هذا النقاش الخاص بعجينه السكر. غادي نخليو الحلوه ديالنا تنشف الليله كامله. من بعد غادي ناخذوا الابره ونقلبوا الحلوه ديالنا من التحت ونثقبوها باش منين كطيب ديك العقده ديال اللوز الا طلقات لينا الزيت كتهبط من التحت وما كترتقش لينا الحلوه من الفوق. كندخلوا الحلوه تطيب 10 دقائق في الفران على درجه حراره 130. بالنسبه اللي عندها الفران ديال الغاز تخليه شويه محلول. غير كنخرجوا الحلوه من الفران كندهنوها بشويه ديال الناباش اللي كنسخنوا في الميكرووند.
نزينوا الحلوه ديالنا بلي بايات ذهبيين باش كيعطيها منظر زوين. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال اللوز ديالنا، كتجي هميه وراقيه في المنظر. يمكن لكم توجدوها للعيد ان شاء الله وحتى للخطوبه. انا الاخضر والذهبي كيفكرني باللبسه الفاسيه والنطع والنهار الحنة. قولوا لي في لي كومونتير كي جاكم الشكل ديال هذه الحلوه هذه. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم. بالنسبه اللي كيشوفوا الفيديو هذه ديالي لاول مره، ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وموعدنا غدا ان شاء الله بوصفة جديدة.